رقم اتنين، ربنا كرمك بفكر قوي جدا. هذا الفكر اللي كان يتعرض على مدار الساعة للهجوم، ان انت على طول بتعمل خط سكة حديد، قناة سويس اخرى على قضبان سكة حديد من السخنة الى اسكندرية الى مطروح. هو ده الفكر. يعني عندك حضرتك النهاردة تيجي السفن تنزل عندي في السخنة، انقل على السكة الحديد، اودي البحر المتوسط زي ما حضرتك بتشوف دلوقتي. يبقى انت عملت ده مبكرا اللي قدامك ده. يبقى حضرتك لما فكرت بدري رغم الهجوم اللي الناس اللي الدولة تعرضت له، وليه نعمل الخط ده؟ ما هو انت قصير النظر لما انت بتهاجم ده، لان انت عندك قصر نظر، لكن الدولة عندها بعد نظر، عندها خطة استراتيجية من بدري الدولة شغال على ده. فالدولة قررت انها انا عايز اربط البحرين الاحمر من ميناء السخنة الى البحر المتوسط عند اسكندرية، ورايح كمان الى مطروح والى العلمين والى السلوم والى 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 جرجوب وغيره. يبقى شوف هنا بنتكلم على خط قطار سرعته 250 كيلو متر في الساعة انقل. يبقى انت عندك هنا اللي عايز يكمل قناة السويس يكمل، واللي عايز ينزل هنا يفرغ السفن بتاعته في ميناء السخنة، وانا عندي القطار على طول فائق السرعة ينقل من والى اسكندرية والى البحر المتوسط. يبقى انت شوف عملت حركة الربط دي، اللي الدولة تعرضت لهجوم ورميت الفلوس وانفقت الفلوس واحنا محتاجينها عشان انت ما تعرفش. الدولة شايفة والدولة شايفة مبكرا مش من النهاردة. طب تخيل حضرتك لو انت كنت لسه بتفكر زي ما هم بيفكروا النهاردة هنعمل دلوقتي. عايز اقولك المشروع ده الخط ده العام القادم 24 هيشتغل. ايه تاني بقول؟ ايوه انا بقول لحضرتك الخط ده هيشتغل، ربط البحرين الاحمر والمتوسط بسكة حديد فائق السرعة العام القادم، مش 25 لا 24 العام اللي جاي على طول. هنا الحاويات تأتي من هنا تنتقل الى هنا، والعكس من هنا الى هنا زي ما انت عايز. يبقى ادي اول فكرة. يبقى اول فكرة حضرتك بدأت بدري، اشتغلت بدري، خططت بدري، اشتغلت وبتنفذ، وبقول لك العام القادم مش اللي بعده اللي جاي هذا الخط هيشتغل فورا. طيب ايه كمان؟ يعني عملت انجاز، تخطيط، رؤية مبكرة، تخطيط، تنفيذ، منتهى السرعة، تشوف المسارات ازاي، اعمل هذا المسار بسرعة، اروح للألمان، تيجي أكبر شركة متخصصة في العالم في القطارات فائقة السرعة إلى مصر، ينفذوا مع شركات مدنية مصرية تشتغل. حركة عمل هائلة. لو ما عملتوش الخط ده النهاردة شوف التكاليف كانت تبقى إيه، والتأخير كمان معناه إيه بالنسبة لك. أي تأخير كان مش هيبقى في صالحك، ما كانش هيبقى في صالحك. طب عملنا إيه كمان؟ عملنا خط طابة العريش. أيوة ده عندي ممر آخر مهم جدا. شوف الرؤية اللي عندك، مخلي بالك ده كله المسألة مش بسيطة. طابة رايح العريش، نكمل طابة العريش زي ما احنا بنشوف كده طابة العريش. وانا كنت في ميناء العريش من يومين، وهبقى اقول لحضراتكم كنت بعمل ايه هنا وهنا وهنا، كنت في المنطقة دي كلها من يومين. بعد شوية بقول لكم، مش النهاردة يعني، هبقى اقول لحضراتكم بعد شوية، مش اليوم بس يوم اخر. ادي طابة العريش رايح المينا هنا، وبحكي لكم المينا دلوقتي بقى ايه، مينا العريش. يبقى انت كمان ربط البحر الاحمر من خلال خليج العقبة منفذ طابة او ميناء طابة الى ايضا البحر المتوسط. طب هو في اكتر من كده اقصر